أرح فؤادك من هم الوجودات وارجع إلى الله عن ماض وعن آت واستغفر الله من ذنب وقعت به فالله بالفضل ماح للخطيئات. أمن جعل الأرض قرارا بسموها الجاذبية الأرضية، وقرارا بصار الإنسان ما بيستقر لأنه ما فيها وسائل العيش، بيجي للمدن فيها مياه وفيها أسواق وفيها أشجار وكل أنواع الأغذية. فمين أوجد وسائل الحياة على الأرض حتى يصح استقرارنا عليها وجعل خلالها أنهارا؟ مين عمل الأنهار؟ مين عمل الجبال حتى الثلوج تبقى طول صيف وتدوب أول بأول والخزانات تنبع أول بأول حتى إذا تكاد أن تفرغ الله بشغل الموتور تبعه السماوي بيطالع البخار من البحار، تحلية المياه البحار، وبصير سحاب بيبعث الرياح لتسوقها من الفضاء البحري إلى الفضاء الأرضي فتنزل بقدر ما يشاء. فمين أنزل الأمطار؟ مين أجرى الأنهار؟ مين جعل الرواسي؟ ونحن نحن عايشين على إيش؟ عايشين على جهنم. الطبق القشرة الأرضية بتمثل من مجموع الكرة الأرضية مثل ما بتمثل ورقة السيكارة أو قشرة التفاح الرقيقة الحقيقية من مجموع التفاحة، وما تحت القشرة كله نار يمكن تصل درجة الحرارة إلى آلاف آلاف الدرجات. عم يدوب ما الحديد، الحجار عم يدوب، الصوان عم يدوب، المعادن عم يدوب. فمين جعل حول النار طبقة صوانية وخارج منها الجبال مثل الفنينة على الأنينة؟ فلو انفتحت فوق هالجبال زالت والطبقة الصوانية زالت، كانت كنا نموج موجا بموج ببحار من النار. فمين هاللي أرساها وهدأها؟ مين؟ أإله مع الله؟ عيسى عمل الشغلة؟ عيسى ما كان وقت كانت الجبال، الجبال كانت التوراة اللي هي تبيانا لكل شيء، ما ذكرت إنه عيسى هو إله هو خلق السماوات هو خلق الأرض. كان إذا جاع يحتاج الرغيف حتى يسكت جوعه. بل هم قوما يعدلون، إما يعدلون عن الحق أو يعدلون به الله، بيجعلوا عدل وند لله. فشوفوا يا ابني القرآن كله منطق كله عقل كله حجج. بيجي الشيخ مع واحد ملحد بقول أنا ما بحسن جادله، لأنه عم يقرأ القرآن بقلب ميت. العامي لو كان قرأ القرآن، القرآن كتاب علم بدك تقرأه لتتعلم إسلامك منه، فإذا بتقرأه وما بتفهم شو الفائدة؟ لا تقرأ، بدك تقرأ لتفهم لتطبق لتنفذ.